صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. في النادي الافريقي تاجيل الانتخابات لعدم تقديم الترشحات والابقاء على تاريخ الجلسه العامه التقييميه اللي موعدها 6 جويليا مع دعوه هيئه الحكماء للاجتماع في اجل اقصى اسبوع لاتخاذ قرارات خاصه في صوره الشغور او في وضعيه الشغور. في وسط هذا كل فما خبر فيه شويه ضوء بتدخل مستثمر امريكي. طبعا فمش حتى حاجه رسميه، لكن فما انباء ممكن على تدخل المستثمر، والنادي الافريقي في الوقت هذايا بالذات محتاج، بما نعيش ازمه ماديه، ازمه نتائج، فما لاعبيه باش تخرج تقريبا العدد نتاعهم تاع فريق 11 او 10 لاعبيه مع نهايه العقود نتاعهم. في الملعب التونسي ايضا اخبار عن ضروره دفع مليار في ساعات قادمه قبل ما يشارك في مسابقه الكاف. وحسب الاخبار في بدايه الموسم الاتحاد الافريقي الحقيقه ديما يغير في المواعيد، المفروض ان وصل الاسبوع هذايا او نهار الخميس والجمعه تتم القرعه نتاع الكؤوس الافريقيه، ممكن نغير، ما فما حتى خبر بالنسبه للقرعه، خاصه وانه من 1 لـ20 جويليا الموعد هذايا باش يكون خاص بتسجيل اسماء اللاعبين المشاركين خاصه في الجوله التمهيدية. نذكر أن الأدوار التمهيدية تبدأ في وسط أوت 16-17-18 أوت. الملعب الجيبسي والاتفاق مع المدرب منير راشد للإشراف على الفريق في الموسم القادم. 26 رياضي باش يكونوا موجودين في باريس، احنا في العاده 25 ليا متر الكل قاعدين نتداولوا، لكن البارح تم اضافه اسم جديد هو جميله بولكباش اللي تشارك في اولمبياد باريس في السباحه في اختصاص 800 متر سباحه حره. هذا جاء بعد مصادقه الاتحاد الدولي بما انه عندها افضل رقم. فتره ممتازه بالنسبه لجميله بولكباش، المشاركه في الاولمبياد تفرح بعد التحضيرات والمستوى والنتائج، وزيد البارح ايضا مع حصولها على الباك فرونس في وقت ممتاز بالنسبة لجميلة بولكباش اللي بشكون معاه الجوادي في السباحة في المشاركة في الألعاب الأولمبية. ويمبلدون نونس جابر تنطلق رسميا اليوم في المغامره، بطوله تحبنا ونحبوها، ما ماذا بينا تحب اونس جابر اكثر، بما انه في الدورتين اللي فاتوا 2022-2023 اونس جابر اكتفت بالوصافه. تقول تونسي وتقول اكتفت، ياسر علينا. لا لا مش ياسر، اونس جابر الحقيقه في الدوره نتاع ويمبلدون تقدم احسن ما عندها، تجي تخسر في الماتش الاخراني، نذكروا ريباكينا وايضا فوندروسوفا في السنه الماضيه سنه 2023، ان شاء الله السنه هذه تكون افضل. وهي تلعب اليوم ضد مويوكا الياباني اللي ترتيبها 70 في الدوبل فيتا. في المنافسة إذا كانت تقدم بطبيعة عليه باش تلقى سابالينكا لازارينكا، بما أنه زوز أسامي الكبار هذوما خرجوا البارح منذ المقابلة الأولانية، ماهيش هزيمة أساميهم كبيرة وهما منافسات كبار، لكن كانوا تعرضوا للإصابة ويخرجوا كما قلت من المقابلة الافتتاحية. عالميا اوروبيا بالاساس، اي ليله البارح عايشنا فيها البرتغال وعايشنا فيها كريستيانو رونالدو باختلاف المشاعر بطبيعه بين الحزن والفرح. البارح في مقابله البرتغال وسلوفينيا كان تعادل على امتداد المقابله 0-0، في الاخير البرتغال تترشح، لكن بسيناريو مؤلم ممكن كما قلت لكريستيانو رونالدو، والبرتغال انتهى بفرحه. رونالدو كان ضيع ضربه جزاء ترشح بما انه جات في وقت صعيب، 105 يعني في الحصة الإضافية بعد تصدي الحارس أوبلاك. من وقتها كريستيانو رونالدو دخل فيه السيريا متاع بوكيه، ذكرتني برشا في نهائي لورو 2016، وانتم تذكروه بطبيعة النجم يتعمل فيلم سينمائي على كريستيانو رونالدو والأحاسيس متاعه اللي ما يخبيهاش بالكل. الفرصة كانت كبيرة بطبيعة للمنتخب البرتغالي، لكن ما جسمهاش في المقابلة ومشيت حتى ضربة الجزاء. في ضربة الجزاء فوز البرتغال 3-0 مع امتياز الحارس حارس بورتو دييغو كوستا اللي كان تصدى لثلاثة ضربات جزاء، واستحق أن يكون أفضل لاعب في المقابلة، هو للتاريخ أول حارس في تاريخ البطولة يتصدى لثلاثة ضربات جزاء في ماتش واحد. ويجي دور البرتغال باش تبدا بالتنفيذ، وشكون يمشي حسب رايكم؟ يمشي كريستيانو رونالدو ايضا باش يسجل او يسدد ضربه الجزاء الاولانيه. رونالدو في دقائق كيفاش لملم روحه بين الحزن بين قوة الشخصية باش ينجم يسدد أمام أوبلاك اللي من دقائق مازال كيف تصدى لضربة جزاء سجل بعد قد لا فرحة لا حتى شيء، كأنه يحكي مع الجمهور دي على راسه سامحوني أنه وصلتكم للضغط الكبير هذايا متاع ضربة الجزاء، وكمل بطبيعة المنتخب البرتغالي بنجاح وتمكن من تسجيل ثلاثة ضربات جزاء. لاعبية البرتغال بخلاف كريستيانو رونالدو اللي قريب ال40 سنة، فما أيضا بيبي أكبر لاعب في
اليورو في الدورة هذه 41 سنة. انضباط، التزام، احتراف حقيقي. يجرني باش نذكر كلام بوغبا اللي قال كلنا راهم لاعبين محترفين، اما كريستيانو رونالدو عنده احتراف وعنده اجنده نتاع احتراف من نوع خاص بعيده جدا عن كل الملاعبيه. البارح التفاعل كان كبير مع كريستيانو رونالدو من فريق النصر اللي كتب ستظل الافضل في التاريخ، دعم ايضا من بخلاف الجمهور والاصحاب، فما ايضا من الملاعبيه كما زميله ساديو ماني في فريق النصر اللي كتب على الصفحه نتاعو تو ريست ان غران شامبيون سي ار 7. البرتغال من ستواجه في الدورة الربع نهائية، المنتخب البرتغالي سيواجه فرنسا اللي ترشحت بصعوبة كبيرة من المنتخب البلجيكي بهدف لصفر في آخر 5 دقائق من المقابلة. كرة كانت ضربت في فيرتونغن لعب هذية ضربت فيه الكرة بسوء الحظ بعد تسديدة من كولومواني. الكرة قبلها كانت ضاعت المنتخب البلجيكي من كيفن دي بروين، والكرة ما ترحمش ما تسامحكش في آخر ثواني. كما قلت المنتخب الفرنسي كان اختف الانتصار، وفرنسا والبرتغال كما كنت نحكي في 2016 وقت البرتغال ربحت الدور النهائي، هاي مقابلة بتكون بالتأكيد ثأرية. فرنسا ما سجلت حتى هدف، هذا يصير لأول مرة في تاريخ اليورو. اللي باش يسمعني يقول لي كيفاش فما ملك كيفاش تمكنت من الترشح، فما زوز هدف ضد مرمى وفما هدف تسجل بضربة جزاء. اليوم ختام الدورة الثمنة النهائي الخمسة، هولندا تلعب ضد رومانيا، وثمانية متاع الليل تركيا ضد النمسا. بالطبيعة الفايزين باش ينجموا يكملوا عقد مقابلات الدور الربع النهائي اللي باش تنطلق المقابلات نهار الجمعة بلقاء كبير بين ألمانيا وإسبانيا. وللتاريخ إسبانيا لم تنجح في تحقيق الفوز على المنتخب المستضيف في 9 مواجهات بين مونديال ويورو، فهل الميدان يثبت أو يغير ما سطره التاريخ؟ من المقابلات الكبيره ايضا والمتكافئه جدا البرتغال كما قلت ضد فرنسا، هذوما زوز مقابلات باش تلعبوا نهار الجمعه، ونهار السبت مقابله انجلترا وسويسرا، وننتظر بطبيعه زوز منتخبات اللي باش يترشحوا اليوم. اختم بالكوبا امريكا ومقابلات تاهل الفرق للدور الربع النهائي، الاوروغواي على حساب المستضيفه الولايات المتحده الامريكيه بهدف لصفر، وبوليفيا على حساب بنما ب3 اهداف مقابل هدف او العكس. المقابلات نتاع الجوله اليوم هي الختاميه في الجوله الثالثه، البرازيل تلعب ضد كولومبيا، كولومبيا مترشحه ب6 نقاط، البرازيل عندها 4 نقاط من انتصار وتعادل، فالمقابله هامه. وكوستاريكا تلعب ضد الباراغواي. نهار الجمعة 5 جويلية انطلاق مقابلات الدور الربع النهائي، الأرجنتين ضد الإكوادور وفنزويلا ضد كندا. هكا أنا وصلت معكم لختام موعد هذا، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالب.